ولماذا المزيد من التشدد والتصعيد؟ لأن المطالب بحق الشعب أن تكون له إرادة في حكمه ورأي محترم في تقرير مصيره وكلمة معتبرة في إدارة الشأن العام المتعلق به ظالم جائر متجاوز لحقه خارج عن حده، ألهذا يكون التصعيد؟ الإجابة بنعم على هذا السؤال لا تجري على لسان منصف عاقل يعي ما يقول ويقدر ما يقول. أو هل لأن التشدد سيردع المطالبين بالحقوق عن مطالبتهم ويخرسهم إلى الأخير أو لزمن غير قريب؟ تجربة سنتين من الحراك امتدت تجربة الحراك التي امتدت لسنتين وما زاد على 8 أشهر قد أثبتت بما فيه الكفاية استحالة أن يكون ذلك برغم شدة القمع ومر المعاناة وفضاعة الخسائر ونشر الرعب والأحكام القضائية القاسية التي طالت ألوف المواطنين وتوديع العدد الكبير من الشهداء في سبيل إقامة الحق واستقامة الأمور وتصحيح المسار الذي يعاني من انحراف هائل عن الصواب. الشعب هنا لا يربط مصير حراكه بأي نوع من الظروف والمعادلات السياسية في المنطقة أو في العالم، إيجابية كانت أو سلبية، وهو آخذ على نفسه أن يستمر في حراكه العادل المسالم مهما يكن من أمر مهما كان من أمر هذه الظروف والمعادلات. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. والكل يدرك أن المأزق الذي يعيشه الوطن ليس مأزق شعب دون حكومة ولا فئة دون أخرى، وأن الحل ليس حاجة طرف واحد دون طرف، وتعطيل الحل العادل ليبقى المشكل على ضراوته وليزداد ضراوة إضرار بالوطن كله وبكل مكوناته وبثروته وإنسانه وحاضره ومستقبله. ومن يعطل الحل يتحمل تبعة هذا كله ويضر بنفسه قبل أن يضر بغيره. ومن هذا كله تأتي الإدانة الصريحة والشجب القوي والإنكار الشديد على ما حدث في الأعظمية من بغداد من جماعة باسم الشيعة مما يدخل في هذا الباب، والشيعة منه براء، ومذهب أهل البيت عليه السلام يستنكره أشد الاستنكار ويبرأ منه كل البراء. وفتاوى التكفير هذه لا منطلق لها إلا الكيد الأسود بالإسلام أو الجهل الفاحش بأحكامه أو الجهل الفاحش بمقوماته وأحكامه. وإذا ترك علماء الإسلام من كل المذاهب أو من مذهب واحد منها لهذه الفتاوى أن تمتد وتتسع وتتسرب إلى عقول الأجيال وتحكم نفوسها، فعلى الإسلام والأمة الإسلامية السلام. والعلماء شركاء كبار بصمتهم في هذه الجريمة لو سكتوا.